بدنا نقول اكيد صباح الخير لفريدات احمد. طبعا بدنا نقول ان انت لاعبه منتخب سوريا. فريدات كيف كيف كل هي الرقه مثل ما قلنا نحن وكل هي النعومه ومبارزه يعني شو السر؟ هلا هنا الامرين ابدا ما بيتضاربوا مع بعضهم. بجوز الصور النمطيه اللي بالعاده عناها بالمجتمع للرياضات القتاليه، رياضات اللي فيها شويه تحدي زايد، يعني نوفرها نحطها انه للشباب هي الرياضات، بس بالصراحه هي مو هيك، بالعكس هي بتضيف كثير امور لشخصيه البنت، بتقويها، بالعكس البنت بحاجتها بمجتمعنا اكثر من الرجل برايي. حلو حلوة الجملة هي، البنت حاجة لهيك شيء أكثر من الشاب. خلينا نبلش هيك نحكي شوي يمكن تفاصيل أكثر عنك أفروديت. بلشتي بالجمباز الفني، شو تعرفينا هيك شوي شو يعني الجمباز الفني اللي بلشتي فيه قبل ما تروحي للمبارزة؟ تمام، بعمر 6 أو 7 سنين بلشت بالجمباز الفني. رياضة كتير حلوة صراحة، هي فيك تعتبريها أساس لأي رياضة تانية. يلي بيتأسس بالجمباز الفني قادر ينتقل لأي رياضة تانية ويعطي فيها مستوى كتير منيح. الجمباز الفني بيختلف عن الإيقاع، الإيقاع هو قريب للبالي أكتر. الجمباز الفني فيه 4 أجهزة، الأرض، العارضة، والأحصان القفز، والمتوازي. فيك تقولي بتعمل فورمة كتير حلوة للجسم، لياقة بتضل معه لسنين طويلة، مرونة بتضل معه لسنين طويلة. بسبب ظروف الحرب وهيك بحدود صف السابع الثامن تركت الشام مدة 2 سنين، هذا السبب اللي خلاني اترك الجمباز. فبالاجازات والعطل لما كنت اجي على الشام حبيت بلش برياضة جديدة، كنت بحاجة اني بلش بشي جديد، جو جديد، فبلشت بالمبارزة. كانت اول شيء بداية متقطعة، لصف العاشر بلشت فيها بداية رسمية. تمام، أفرض خلينا نعرف كم سنة لك عم تتدربي إن كان على المبارزة أو حتى على الجمباز، وشو حققت لك المبارزة؟ هلا الجمباز مثل ما ذكرت لك من عمر 6 7 سنين لتقريبا ل 13 14 سنة. المبارزة من وقتها ولليوم، المبارزة الصراحة غيرت من شخصيتي، عملتني شخص أقوى، شخص قادر كيف بدي أقول لك يناقش أو ينافس بأي مجال. يعني ما بتذكر في يوم بتحديات الحياة الثانية حتى البعيدة عن الرياضة قدرت أتخلى عن شيء تعبت من شانه. بتعلمك أنه أهمية المباراة الطويلة، أنه صبر كمان. تمام، خسارة اليوم ما بتعني خسارة بكرة، النقطة اللي راحت هلا فيك تعوضيها بالوقت اللي بعده، ما في شيء بيروح. يعني بتعلمك كل انتصار صغير له أهميته، في شغلات من انجزها بحياتنا اليوميه ما بنحس باهميه، احيانا بنلاقيها عاديه، بس اذا ركزنا بتراكميه هي الانجازات الصغيره بنعرف انه الفوز الكبير رح نوصل له اكيد. فهي الاشياء بتخيل هي ضافت المبارزه لشخصيتي. اكيد ما بعرف قد ايه حلو حكيها فرح، ما بدي اسالها يعني حاببتها تضلها عم تحكي على قد ما حكيك، عن جد فيه قوه. يعني يمكن هي الرياضة مثل ما قلتي بالبداية في كتير ناس بتكون منمطة، أخذ فكرة أنه مثلا الصبية ممكن ما تقدر تدخل هذا المجال، مع أنه شفنا أسماء وسمعنا عن أسماء كتير كانوا بارعين ومتفوقين بمثل هي الرياضات. الأسرة قد ايه لعبت دور داعم أو لا؟ كيف كانت الأسرة؟ بالنسبة لي يمكن هو الدور الأكبر كان للأسرة عندي، مو بس بالمبارزه، حتى يوم الجمباز احيانا الشخص بيضعف اياما، وخاصه بايام صغيره بيخطر ببال انه خلص حاج انا عملت كل شيء بقدر عليه، ممكن تحديات تطلع بوشه، ممكن اصابات رياضيه تخليه يقعد مره واثنين وثلاثه. الناس اللي بتقول لك انه لا لسه بتقدري تعطي، لسه متامل منك، بس شوفي ناس عم تستنى منك اكثر ومصدقه او مامنه فيك، مامنه انه انت لسه فيك تعملي اكثر. هذا الشيء بيخليكي ما ترضي انه توقفي، ما ترضي تقعدي انه بالكونفرنت زون، لا خلص بدنا نطلع، بدنا ننجز، بدي اعمل اكثر، بدي اشوفهم كيف مبسوطين فيني. كثير حلو. الصعوبات يلي ممكن مريتي فيها لحتى وصلتي لهي الثقه بالنفس وهي الاصرار يمكن انك تكملي؟ هلا صعوبات كثيره، بتخيل مثل اي حدا من جيلي، هي اول شيء الحرب اللي مرينا فيها بعمر كنا شوي صغير، بالعمر اللي كنا بتنبنى فيه الثقه بالنفس عند الشباب، نحن شوي خفنا، يعني كان فتره خوف بالنسبه لنا. هي بتخيل من اكثر الصعوبات الناس اللي خسرناهم، كل ما تعملي مجموعه رفقات يكونوا قراب منك، جزء يسافر، جزء يروح، فبتخيل هي من اكبر الصعوبات، وكثير المبارزه ساعدتني اني اتجاوزها. صعوبات ثانيه مثل ما حكيت لك، اصابات الرياضيه احيانا بتواجهك فترات طويله، يعني بشكل عام احيانا بتلاقي صعوبه تنسقي بين الرياضه والدراسه مع بعضهم. يعني نحن ما عندنا هي المبدا تبع انه الجامعه مثلا ترتبط بالرياضه، عندنا ما لنا مرتبطين ببعضهم، نفس الشيء المدرسه، فصعب احيانا تنسيق الوقت بين الاثنين، وصعب تتخلي عن اي وحده منهم كمان. اكيد.
طيب افرضت يمكن التجربه مثل ما قلتي بتعلم دائما، وهذا الشيء اللي عم نشوفه، قديش قدرتي يمكن تتخطي نفسك؟ يعني اوقات ممكن الواحد بيرجع بيتذكر بيقول انا كيف عملت هي القصه او قسيت على حالي هون او كذا، قد ايه مريتي بهذا الشيء؟ وخصوصا لما بيكون في مثلا منافسه او مباراه او مثلا مشتركه بشيء برا. هلا احيانا بنحكي هيك، حتى انا واختي، اختي كانت موجوده معي بالجمباز وبالمبارزه، لما كنا بالجمباز بتذكر هلا كنا نوقع وقعات كثير خطره، كنا يعني ننضرب ونتوجع كثير، وكنت استغرب شوي اللي بيخلي حدا بهذا العمر يقوم ثاني يوم الصبح وينزل على التمرين لسه. يعني هلا بس اقعد اتذكرهم بتذكر انه يعني صعب تقنعي ولد صغير اليوم توجع ثاني يوم ينزل على نفس الصاله. وبالمبارزه احيانا بسال حالي انه شو ممكن، يعني قد ايه ممكن لسه اعمل لحتى احس حالي رضيانه عن نفسي، قد ايه ممكن لسه اوصل. كل ما بتوصلي لمحطه جديده بتصير تتسائلي اكثر انه لوين لسه فيني اوصل، هي هي المحطه الاخيره اكيد لسه فيني اعمل اكثر. فهو صراحه شيء ذهني اكثر، هي رياضه ذهنيه اكثر ما هي رياضه جسديه. بيقولوا برياضه المبارزه لحتى تجيبي نتيجه معينه ببطوله معينه لازم تكوني حاضره تماما، حاضره تماما بهذاك المكان ذهنيا جسديا، بده يكون كل شيء تماما كامل، ما بكفي يكون مثلا جسديا جاهزه ذهنيا مجهزه، والعكس صحيح يعني. ف يعني بس تكون انت اصلا عندك حاطه هيك المايند سيت تبعتك انه انا اليوم بدي اعمل شيء عظيم بهي البطوله، بتخيل بتقدري تعملي. بالبطوله الاخيره، البطوله اللي كانت بالكويت، عندي رفيقتي اكبر مني هي معي بالفريق نجلاء الشرقي، كمان بطلة غرب اسيا بطلة عربيه بالمبارزه، بتذكر صحتنا الصبح عم تقول لنا نحن اليوم مستحيل نطلع بلا ذهبيه من الصاله، وهيك صار اخر شيء. كثير حلو سلمى هذا الحكي يعني، وحلو طريقة التعبير هذا الشغف وهي اللهفة اللي عم تحكي فيها، شيء كثير حلو. قبل ما نحكي عن كل الإنجازات يلي حققتيهم والبطولات يلي خضتيهم، بدنا نعرف مثل السؤال اللي سألتيه لحالك قبل شوي، وين بدك توصلي أفرادات؟ في حد معين بتحسي أنا وصلت لهون خلاص أو لا؟ هلا حاليا كثير كثير حاطة ببالي أتأهل الأولمبياد، يعني هو حلم أي رياضي بالآخر، حاليا هو بس تأهل، بس بتخيل بس اوصل لهذا الشيء اكيد اللي بعده حيكون شيء اكثر بكثير. ناطر كان في بطوله كان المفروض نعملها قبل ما تصير جائحه كورونا، بطوله اسيا، هي كانت المفروض تكون بكوريا، بس يلي صار انه بلشت جائحه ووقفت البطولات، وهي كان المفروض تكون بالشهر السادس الماضي. فهلا بتخيل فرصه منيحه انه صار عندي وقت اطول اني احضر لهي البطوله، فهي بالشهر السادس الجاي ان شاء الله اذا صارت واذا قدرنا نشارك فيها حاطه ببالي انه منها اتاهل الاولمبياد. كتير حلو. أفروديت، كتير بنسأل هذا السؤال لأي شخص بيكون عنده هواية أو رياضة عم بيمارس رياضة صعبة، إنه أنت بتفكر تكون هي هي مستقبلك المهني، ولا أنت رح تضل بس فيها هواية ومباريات وعم بتشارك فيها، ولا لا ممكن تتخصص وتدرس وتفوت أكثر، ولا لا الدراسة رح تسرقك من هذا الشيء؟ أنت كيف حققتي هالمعادلة بحياتك الدراسية إذا فينا نحكي؟ هلا بشوف انا انه وقتنا فعلا بكفي نعمل اكثر من شيء، بالعكس انك تعمل شيء واحد بجوز هذا المجال اللي انت شاغل نفسك فيه بيوم يكون مجال ضغطك كثير. هلا انا تخصصي بالجامعه الاعلام، واكيد انتم بتعرفوا قديش فيه ضغط نفسي، نحن دائما بحاجه لشيء نهرب فيه لمكان ثاني، مكان عن جد بنحبه، المجالين بحبهم كثير، فيك تقولي المجالين بيساعدوني انه يعني كل مجال بيخفف ضغط المجال الثاني بالنسبه لإلي. اني كمل بالرياضه اكيد حكمل، بس انه قصدك تخصصي ممكن بيوم، ما عم فكر هلا بالموضوع، بس ممكن بيوم اني اتخصص بشيء معين. طب افرضيت اذا بدنا نحكي عن جانب ادق، عائلتك اهلك، عندك اخوات بنات؟ عندي اختي أورنينا. تعليقهم على هي الرياضه بالتحديد، وممكن حدا صابته شويه غيره حب يعمل مثلك شجعتي او لا؟ اختي أورنينا عندي اكبر مني بالسنه، هي بالعكس هي اللي مسكتني بايدي واخذتني اول مره، لعبت معي فتره منيحه، بعدين بسبب الدراسه حبت تركز اكثر على دراستها، بعدت شوي عن هي الرياضه، هلا عم تحاول ترجع تدريجيا. وعندي اخي الصغير، بتخيل هو بيتشجع بس يشوفني عم بعمل شيء كبير، هو كمان رياضي، لعب فتره منيحه سباحه وهلا بيلعب ترياتلون، فلا بحسه يعني بينبسط بس يشوفني عم بعمل شيء، وبيقول لي بيستغرب هو رح اقدر اعمل نفس الشيء، واكيد حيقدر ان شاء الله. بنتمنى لهم اكيد كلهم، بنصبح عليهم وبنقول لهم نحن كثير فخورين فيكي مثل ما يمكن هن فخورين كمان. هي الحاله مثل ما قلتي قوتك كثير وساعدتك لحتى تستمري. الرفقه بالعموم الاشخاص المحيطين كمان ممكن يكون منهم داعي، ممكن يكون منهم لا، في ناس مثلا ما بتتقبل، في صبايا بيقولوا لك شو تركتي كل شيء بالرياضه ورحتي على المبارزه ما لقيتي غير هذا الشيء، في صبايا ممكن يقولوا لا ممكن يخافوا.
عرفتي؟ او حتى مثلا الطرف الاخر ممكن رفقاتك مثلا، خليني اقول الشباب ممكن يخافوا انه ليه مبارزه ممكن يقرب عليها، حسيتي بهيك شيء؟ هلا الصراحة وكيف انت بتختاري رفقاتك؟ يعني الاشخاص المنمطين كثير اللي ما بيحاولوا انهم يفكروا ما بيحاولوا يدعموكي او يعطوكي مجال انه تشوفي انه يشوفوا شيء غير اللي هم متعودين عليه، هدول الناس ما كثير بيلزموا، الناس اللي بيلزموك هن الناس اللي عندهم طموح عالي مثلك، اللي بيأمنوا فيكي، قبل اي بطولة ما بتخيل التليفونات اللي بتجيني انه هلا شو فيك؟ انه اكيد حيكون شيء كثير حلو، وين حتطلعي؟ وين حنشوفها؟ شو حيصير معك؟ فبالعكس بتخيل انا كثير محظوظة بمجموعة الرفقات اللي عندي اياهم، يعني ان كان رفقاتي بالجامعة، رفقاتي بالرياضة، رفقات الطفولة، الناس اللي بتختارين يكونوا جنبك كل ما كانوا داعمين لك، كل ما كانوا ناس فعلا بيامنوا بجماليه الانجاز، بقيمته الكبيره للانجاز اللي ممكن تعمليه ان كان صغير وان كان كبير. مثل ما قلتي ناس البعيدين عن الغيره، بالعكس الناس اللي بيرفعوا راسهم فيك بيحكوا عنك بس يكونوا قاعدين انه قديش مبسوطين بالشيء اللي حققتي. فبتخيل انا محظوظه بهالرفقات، يعني ما عندي اي شخص بتخيله افضلتي بهذا الشيء. اكيد نحن كمان قد ايه محظوظين فيها اليوم سلمى، عم نشوف شخصيه المبارزه، عم نشوف النفسيه اللي كثير حلوة، الثقة بالنفس، حتى يعني خلينا نقول ثقافيا كتير شيء حلو يلي عم نسمعه منك. الشيء اللي بدي أسألك عليه إنه السلاح، كمان أنت استخدمتي السلاح، فخبرينا كيف كان هذا الشيء وكيف تعاطيكي معه لأول مرة. مثل ما قلت لك الفترة اللي بلشت فيها بالمبارزة كانت فترة كنت مع باي خوف، فترة لأي حدا كان مع باي خوف، فباللحظة اللي مسكت فيها سيف أول مرة بتحسي كله بيتلاشى، بتحسي حالك فيك تحدي العالم كله. مرة بعد مرة بتصير ما تحسي السلاح لحال جزء، وتحسي هو وإيدك جزء واحد. تمام. يعني خلص هو جزء منك صار. حتى ما بتخيل بس نطلع من صالة التدريب بتحسي حالك إنه خلص تركتي جوا وطلعتي، هو دائما معك بيحميكي بيقوي شخصيتك بأي موقف، موقف صعب موقف سهل هو دائما موجود معك بتحسي، فإنه خلص من أول مرة بتمسكي فيها ما بيفارقك. أفروديت قبل ما نختم، مثل ما قلتي كنتوا عم تحضروا لمشاركة عالمية توقفت بسبب جائحة كورونا، شو الجديد اللي هلا عم تحضري له رح يكون قريبا طبعا موجودة فيه؟ هلا الصراحة ما في سكجول معين للاتحاد الدولي، كل فترة بيبعث لنا ابديت جديد انه كنا حاطين هيك وصارت ظروف هيك واضطرينا نغير. فهلا هي الأهم فعلا تبعت الشهر السادس البطولة الآسيوية المؤهلة للأولمبياد. في كمان عدة بطولات قريبة في الدورة العربية كتير حابة أعمل فيها شيء أنا والفريق حتى يلي معي، بوجه لهم تحية طبعا نجلاء الشرقي وماري علي، ناطرين نعمل شيء كتير حلو بهالبطولة. أنا بالنسبة لي أول دورة عربية بشارك فيها، مشاركة ببطولات عربية بس دورات لسه ولا واحدة. في كمان بطولة آسيا تحت 23 سنة كمان حابة أعمل فيها شيء، مثل ما قلت لك ما في تاريخ معين بحدود الشهر العاشر هي، فهي الفترة هي عبارة عن فترة تحضير، وبتخيل كنت بحاجتها يعني بحاجة فترة طويلة للتحضير. أفروديت شكرا أول شيء إنك كنتي معنا، وشكرا على هالطاقة الحلوة يلي عطيتينا إياها، وتكوني مثال فعلا لكل صبية بدها شيء وفعلا تقدر تحصل عليه بهذا الإصرار. نتمنى لك كل التوفيق، ناطرين كل إنجازاتك وعلى البطولات اللي حتشاركي. شكرا لكم. شكرا لك أفروديت.